السلام عليكم، مساء سعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن منفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نرى غسد إن شاء الله أن فسر إميك القرآن صورة المزين لكل حسن ميد حسوس تمغارين حسوس تيرغاز تمزي حتى ونتو لحسين لمعنى نسي سهل نيت. إن ربي تبارك وتعالى القارعة، ما القارعة؟ ما هي القارعة؟ هي المصيبة باهرة مقور، هي التغوصة باهرة مقور. أساسي هي المقصود دي يوم القيامة، أزكى يوم القيامة اللي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم إن إيجي وسي عظم بزاف من كل جزميد من ولي جوارن من سيدنا آدم اللي جوارن ولي جراند دونيت من كل جسميد ندي لي حنكي زي اللي غيان زوند الحبوب نطر مانت غطر مانت اي اللي غيلا العرق اي اللي كل يميد نيمز جانسن يلي جيت تقوز تفوق تاي اللي غيلي غيلي جانسن يلي العرق يلي ميد نغتسست يطول الحال أركي غطلا من ربي تبارك وتعالى مدن أجفوغ نغين صغير ناس كير ربي وخ إنك راجيس وخ نفوغ سمان يرد نغين ناك أكا نفوغ تمراد غاكو دان أي تصف ربي تبارك وتعالى الصورة دينا القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة وما ذاك ما القارعة؟ ما ذاك زي ما تكن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث غسان اللي غادقين ميد زون كان غي اللي يتفرين غتم القنديل غي يغسر غير القنديل تزوي تفتني كان طير من الزيكن وش كي يزي اللي تفري غتمان ثلاثة دوار اللي غنى بقزيدر وغنى متين الفراش انك ميدنا غسان يوم يكون الناس كفراش المبثوث ميدنا غسان كل يوم كل ريح وسو اللحم وسو الحكم من غيخفنز والو لان غسان وسو بي الانساب وسو تليش مورانت وسو اللي يلدان وسو اللي القياد وسو اللي غير كياس ربي تبارك وتعالى رحمك والو اغتماريان غشيديان أغتيلين ويلور بيني سعدين إما ونغيين سعدين هاتيني لغيت الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سميد لنميد اللي تقرب غسكلو غسان لأن غسان كي تسكلو للي إبلا أسكلو ناكي قربي تبارك وتعالى غسكلو العرش زغيز نوان ليقاني تول لانك للامر ونقانا قليد نغيق القايد نغيق مغار نغيق المقدم ونيتو لانت غوشا إسالة العدل واتصالة الظلم هان غسان يتي لغسكلو العرش نغوالي الشاب اللي دين كيرن من الزينزو يضعب الضرب وجوتي عصي نير واللي فكان يد الصدق يخفوت على التقدير يقول السلو فساد ما يفكى غوا نير واللي مبديت ويتعلق القلب نستمزكيدا أبدا 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 وين كل دي سعيدين اللي كان زندوان ضوين هاتي ناتين وسكروا العرش إما مدن كلها انتمارك غدا غسان يوم يكون الناس كفراش المبثوث ما قال المبثوث الكل قال منتشر ككل مد جلن زود تصور غلاد غيان انطويرا مزين غيان ايزيان مزين غباهي وقود غتم القنديل وقنا نقزي الطعر هنا غي كناسي اسيف الصر ربي تبارك وتعالى غي كناسي شبه ربي تبارك وتعالى مد يوم القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن منفوش حتى يدر ان اللي تميت جوب كل غسن تقوم الدنيت ورسوت اللي الدنيت ورسول اللي يدران ورسول اللي يقنع ورسول اللي يترانا اللي تبنيت كل غني دوب هلو لأن إغ أسنت قمسات لكل تدوب إن ربي تبارك وتعالى لديكي درن غسان زندو كان تضط اللي يوريح تضط اللي في سنة ويتريح تفتع والو
يوم يكون الناس كفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ميغا العهن تضغط المنفوش ختلي 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 في سميد نسيل ودار نسيل أي اللي غيصلح حسك التورع. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إن ربي تبارك وتعالى واللي اللي يسكنك اللي أعمل فوكينين إلين غل ميزانس إتقل ميزانس لعمال فلكينين هان غسان هاتين الرضا ربي تبارك وترك غلا إلا غل معيشتي فلكين إرضاء ما يجينا لعمال فلكينين لعمال فلكينين كيان السن أولي فلكين يغتنيتي بنادم هان الصدقة يايان يغسكت الصدقة نتانا هان تتيان يغشي تشان سي الخلايق ماغن خاصم صلاح تقرز هان الصدقة يايان يالخلق تضلطة الصدقة يايان يالبصير يقلين ولي السوق رسام تسافو الصدقة يايان يعني كان جاهل ولي السينة تملتا سغوسع الصدقة يايان وانا يتعلم القرآن وانا يتعلم العلم الصدقة يايان وانا يتحكم غرميد مسلحق هان الصدقة يايان وان كل ما ينعمل فلكين يسكر بنادم هان ربي لدستين يغل بيزنس يوم القيامة يفتن هاتين يغونا تغسلي هان الأعمال يغتني سكريان وخامزين وخدروس هاتين لسني الترب ربي تبارك وتعالى وليلكم يوم القيامة كي غلان وشكي دران إلين غل ميزنس تقل ميزنس. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هوية. وأما يجلدين والنول سكين الأعمال نغدس غال الأعمال خشنين النار الله وين رجعون هم تمرك الدرسلان واللي يتعدان في ميد يتعدى في اسم قان ربي يتعدى في رجان يتعدى في غلي يوغر زون دواني مقورن يتعدى في غلي اللي غدواس زون دواني ينقايد نغي يمغار نغي يمر نغسمازير نوانا كل ما يتعدان في كهن غسان يوم القيامة يتخلص وانا يتعدان حتى في البهيمت سنت البهيمت إن النبي صلى الله عليه وسلم هاني كري لاني لا يزلاج البهيمة غيلة دي غسنت في كتاد الشينت ولاد سوينت هان لاجة قيزنتي لان إغن توجيت الجوع هان دنبا قيزنتي لان إن النبي صلى الله عليه وسلم يتمغارت تكتين سكريان الدنوب ما سيغفر ربي تبارك وتعالى توفن يوس يويدي إن غت بهرة بهريدي فإلا كشتا وكان سيري فيه تشوت أو يسدامان غوجو كل ستفك سيسوء يغفر ربي تبارك وتعالى. ربي تبارك وتعالى هاتين أليكي كوينس لجازانس إلنا داغية الحديث يظين يتمغارت تكشم جهنمة ما فتتكشم الطفية طموشة تقتين غير لما كانت تحبس تقزي اللي تموت الجوع ولتتوجي أتفتوى أتكس في خفنس ولا تفكياس يعد بالطربي تبارك وتعالى حتى انت تصغي كان يوم القيامة هان الحيوانات دي اللي قزنت الخير غينا يفع تمغارت يختفتع أتفك بوفيت فوناس زيك صباح نغزال أجيش نولاجر هان لدى استفك ربي تبارك وتعالى نغطفني فلوسن تفكاسن الشين تنووغيز كان هان لدى استفك ربي تبارك وتعالى ونغطفن بهيهنس اتفاق يونس نغسل دونس نغار عمنس يسوت هان إلا قزراجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لا تسعى يرطبن هاني لا جيز لاجر او هان كل غيان واما اللي وانا يفكن الصدقاء المساكين وانا عايكن هان درش قولي لان وانا يتعدن في ميدني قلين هان تمر قولي لان ولا إلا ما يضران يوم القيامة زون استعدي في ميدني ودي تنتوي تغير كان جباني بك غواد يسكري غواد إني غواد يجرم غواد يحقر غوا هان وين يوم القيامة إلا غير حديث التقان زون داكال أفلاش نطبج الميدني وشوين والي يوم القيامة الجبابرة كلها نرسل يوم القيامة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية مع أني طار ماس وغضين جهنم وما أدرك ما هي ما تغنى النظر نار حامية كران النار بهريح ماني شدان أو كده المعنى تفسير الليتاد اللي مكنة منع أي المقصود أد بدأ يصحضر يانا السن هن وشكي نوقني كوتا في اللغيزري والسن التو لنا نقاي سعدين ولا نقاي رجازن ولا نكستيز الله أرحم ربيا السيد الصوفيا يوسف تا
سيجي المكان ريش ممكن طرفو غروم جي المزبلة اجيش ممكن طرفو غروم هاد سي تهري ويدي تسقاينس حتى انت انا ريش تكري خصنا كرا كله ايناس ارش تغجيت نيك ارش تغجيت ينو يغزري غصيرات هاتي نوفرك يلي زول زري غاتي نتوفتي انا كان كله جامد غلا ان ما غنسن ما دار سولي قان هن والنادي قان والنادي قان يوم القيامة اللي قانت الصراط هن غيدا غني السخفيف غينا يبا سيدنا عمر نا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا حاسباتي ويمون قبل وتاكل الا الحساب يوم القيامة هن يوم القيامة الا جيز هن لدي الصرب تبارك وتعالى يا الكتاب اللي غيت يا ريب بنادم كراي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها إلا كل ما إلا التنجيزيات ما يمزين ولا ما يمقرن كل غين غين غاس صمح ربي صمح سكي ربي غين سير ربي تسيم ربي تبارك وتعالى غين يفو بنادم بدا يقصود أرجو غرفض ربي يقصود إما بعد لي سكريمي ألي تلوحي لي ما قريبش كان إما غيميك إميك أكدي مغيكا هن يعني قصود هاتي نالو كان يسكر كدريكا هان يا العمل يختسكتي قبوتيك ربي هان ربنا كسيتو فار هان ربي يخلق كيد يرحمتو كيد يخلق العذاب ربي يخلق كيد يرجمتو كيد يخلق جهنم ولكن عاون غير خفنك عاون يخفنك وما يعمل مثقال ذرات خيرين راه وما يعمل مثقال ذرات شرا يراه الا القران وانا يسكن ونشكن تضفيت من الزين الخير هاتي للتنياف وانا يسكن ونشكن تضفيت من الشر هاتي للتنياف أداغي وفق ربي أداغي عون ربي كل جوار غسل ونيس للحديثة الزوزين سرس إيجا مسلم أي سكوس يسكن الحساب دو بيونس فلان نغدي زوالي خشن على ربي صامح افتو الناس على ربي صامحي فلان اضفري الشي غسا غوسا افتو سرس إما داس الصامح نغاسي خلص فلان تعدى فلاس توب غرب ولا سوف لاس تعدو تغو سياد وتيسكيش توب غربي وكل يسكي لمك الحساب إيق الحال زند وانا يقزنا أما لكشوت من السركة يوي تسيقي ومان إيق الصابون السيرست يتكلم في ربي في القدام أو هذا غير وافق ربي هذا غير رحمة ربي هذا غير ربي لسعدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.